بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان درس: التحولات البطيئة والتحولات السريعة. تناول في هذا الفيديو إن شاء الله تعريف المؤكسد والمختزل، وأعرف كذلك مزدوجة مؤكسد مختزل وتفاعل أكسدة اختزال. في البداية نعرف المؤكسد. المؤكسد هو كل نوع كيميائي قادر على اكتساب إلكترون أو أكثر خلال تفاعل كيميائي. المؤكسد هو كل نوع كيميائي قادر على اكتساب إلكترون أو عدة إلكترونات، خلال تفاعل كيميائي مثل Cl2 زائد، المختزل. عرف ما معنى المختزل. المختزل هو كل نوع كيميائي قادر على فقدان إلكترون أو أكثر، وكل نوع كيميائي قادر على فقدان إلكترون أو أكثر خلال تفاعل كيميائي مثل زدان، مثل فلز زنك، مزدوجة مؤكسد مختزل. هي مجموعة مكونة من المؤكسد، والمختزل المرافق. نرمز لها ب أوكس على أوكس على ريد. نرمز لها ب أوكس على ريد. أوكس دائما أوكس على ريد. ونعبر عن المزدوجة بنصف المعادلة التالية. نعبر كذلك عن المزدوجة بنصف المعادلة التالية: أوكس زائد إن إلكترون. أوكس زائد إن عدد إلكترونات يعطينا ريد، والسهم في الجهتين، أي إمكانية حدوث تفاعل في من اليمين نحو من اليسار نحو اليمين، أو من اليمين نحو اليسار حسب الظروف الجاذبية. مثال: Cu2 زائد جوج إلكترونات كيعطينا Cu. خلال هذا نصف المعادلة تنحفظ انحفاظ انحفظ العنصر انحفاظ العنصر يعني عدد الذرات، وكذلك انحفاظ الشحنة. انحفاظ العنصر إيون واحد، ذرة واحدة. انحفاظ الشحنة، شحنة منعدمة على اليمين، جوج زائد ناقص جوج، جوج ناقص جوج تساوي صفر. انحفاظ الشحنة وانحفاظ العنصر.
تفاعل أكسدة اختزال، تفاعل نعرفنا معنى تفاعل أكسدة اختزال. أكسدة، الأكسدة هي فقدان الإلكترونات، هي فقدان الإلكترونات. والاختزال، الاختزال الاختزال اختزال هو اكتساب، اختزال هو اكتساب الإلكترونات، اكتساب الإلكترونات. تفاعل أكسدة اختزال، تفاعل أكسدة اختزال، تفاعل أكسدة اختزال هو انتقال الإلكترونات من مختزل، انتقال هو انتقال الإلكترونات من مختزل المزدوجة الأولى، مختزل المزدوجة الأولى أوكس واحد غيض واحد من مزدوج أوكس إلى مؤكسد المزدوجة أوكس اثنان غيض اثنان، كالتالي غيض مختزل المزدوجة الأولى. إذن بالنسبة لتفاعل أكسدة اختزال لابد من مزدوجتين، راد واحد يعطي أوكس واحد زائد ان إلكترون، وأوكس اثنان زائد ام إلكترون يعطينا راد اثنان. الحصيلة نصف المعادلة الأولى ونصف المعادلة الثانية. الحصيلة يجب أن يكون هناك عدد إلكترونات متساوي، إذا نضرب في M نصف المعادلة الأولى ونضرب في N بالنسبة للمعادلة الثانية. إذا M زائد واحد زائد N أوكس اثنان يعطي M أوكس واحد زائد N زائد اثنان. مثال، المزدوجتين سي او 2 زائد سي او و زد ان دو بلوس زد ان يتفاعل فلز زنك مع ايونات سي او 2 زائد. اذا نكتب نصف المعادله الاولى، زد ان دو بلوس زد ان يعطي زد ان دو بلوس زائد جوج الكترونات، و سي او اثنان زائد يكتسب الكترونين يعطي سي او. المعادلة الحصيلة الكترون، عدد الالكترونات المكتسبة يساوي عدد الالكترونات المفقودة، عدد الالكترونات المكتسبة يساوي عدد الالكترونات المفقودة. اذا زد ان مجموع زد ان زائد سي اثنان زائد يعطي زد ان دو بلوس زائد سي. في نصف المعادلة نلاحظ وجود الإلكترونات، بينما المعادلة الحصيلة لا يوجد فيها الإلكترونات.